السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الخوت على قناتكم MTBM. هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو مزيان، فيه بزاف اللقطات ديال الحماس والإثارة والأدرينالين، وكذلك خليكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر، حيت اليوم غادي نعلن على اسماء ديال جوج الفائزين اللي ربحوا في المسابقة اللي درناها في الفيديو الاخير، الرابط ديالو في الديسكريبشن. غادي يربحوا جوج الاسماء اليوم اللي حازوا على بزاف ديال لي لايك. اذا غادي نبداو الخطوه بالتريل الاولاني على بركه الله. واحد جوج ثلاثه، ناخذ شويه الفيتاس هاد الدخله ديالو. مناظر واعره بزاف، الركبه في الخضوريه شي حاجه. ياب واو، واو 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 اوف، يا سلام. اذا الخط دابا غادي نضربو التريل الثاني. واحد جوج ثلاثه، واو مقيزه مزيانه. مضيق، واو ناضي ناضي ناضي. هاد الشجرات هادو ديما كنبغي نطيح فيهم، دوز من هنا. واو فران، كاين واحد الحجره في الطريق، ها هي. يب كنخويلها ديما سنتيم. هذا خطير، هذا فيه السرعة بزاف. اذا الخوت احنا دابا في التريل الثالث اللي باغي نوريكم اليوم. واحد جوج ثلاثة، كدير الخفيف ما طلعتش. يا فتاح يا رزاق، ها هو دابا بدا يكسيري. سمعوا لي القصيطة، يب اوو غادي يمشي 80. دابا دابا نموت. واو يب يب، خطير بزاف. ياب واحد زيرو، نصف دائرة. إذا الإخوان التريل اللي معنا اليوم الرابع كيشبه للثالث في ديك الأول، يعني من هنا تل ديك الشجرة اللي لهيه، ومن موراها غادي نعوج على اليمين، وفيه بزاف الفيراجات على الأول. الأولاني ستيب هابط بزاف، ولكن فيه بزاف ديال التكنيك، فيه الحجار والروتس، جذور الشجر خارجين، يعني خصك تكون عندك الكونترول على البيكالا مزيان. هذا الثاني خصك تحاول تحافظ على السرعه ديالك في الفيراجات. فيه واحد الفيراج واحد خايب اللي خصو يعمر شي شويه من واحد من جهه اليسار، يعني خصو شويه تراب وبالا باش يولي الواحد كيدور فيه ما ينقصش الفيتاس، باش يحافظ على المومنتم، على داك السرعه اللي جاي بها. خليكم معايا نشوفوا التريل الرابع. واحد جوج ثلاثه، دونك الخوت حدا هاد الشجره هادي، هادي وكاش جايه، كاين فيراج ماشي هادي جايه، كاين فيراج على اليمين خصني ندور معاه ما نزقلوش، نحاول ندور شويه واسع وايد. هو هذا، هو هذا
فيه شويه الحجر. هنا كاين واحد الروك سلاب. واو 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 واو، كنت ساجيب الربح. دونك الخوت الفرن ديالي منين بدا، بدا مليح داك الحجره الصغيره وبقى جاي 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 جاي. هنا في كاينه هاد الشجره الكبيره كان خصني ندور على اليمين ديالها، ولكن فقدت الكونترول، الرويضه زلقات ليا بالربيع حيت الارض فيها هي فيها الربيع. عوجت على اليسار وهوروزمون قديت الفراني قبل ما نوصل لذاك الكرياج. المهم غادي نطلع غير واحد شي شويه وغنعاود هاد البارتي هادي. هنا اخوت غنوقف الفيتاس ونجيب الطوغه ديالي على خاطري. يب هنا الاخوان في كان واحد الفيراج عيان قلت لكم هذا سي با غاف سي با غاف جو فو بروندر لا لافير. يب 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 بارم. يا سلام نري داك الريح حيت الشوك دقني الماء. اذا الاخوان هذا هو التريل الخامس اللي معنا اليوم. هاد البلاصه باقا شويه ما نطراسيش ولكن مزيانه نقداو بها. يلا تبعوا معايا واحد الموطور تحت نيت نحاولوا نسبقوه ونشوفوا شكون اسرع بيكالا ولا الموطور في الهبطات. اوف كورس بيكالا، ما سبقتوش غنلوح بيكالا الاخوان. خليه نعطيه لافونس. واه شحال سبقني. هاد البلاصه هادي كتنقص فيها السرعه بزاف. يلا نحاول نشدوه. سر الله سر الله سر الله سر الله. يلا اصحاب الماطر فينكم؟ اصحاب بيكالات فينكم؟ يلا بارطاجيو لي مع اصحاب الماطر. يب 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 ودابا هنا الاخوان على اليمين كاين التريل السادس. خليكم معايا نقصوا شويه نجيبوا الدور على اليمين. ها هو ما نهضيش.
كي جا؟ واعر واعر صاحبي واعر. خوت خليكم بقاو التريل الواحد الاخير هو هذا، وغادي نعلنوا على الفائزين في المسابقه ديال الفيديو اللي فات. يلا شوفوا التريل هذا تبا واش عنده ما يقول. في الاول فلات بلا عندك صاحبي. باردون باردون يب. دوبل غراج خفيف ييب. اوه واو كتان زايق. واحد الحجرة عندك انا يمشت سبيد كاملة. فيراجات كيقتلوا السرعه اذا كانوا فيراجات خايبين ما مصاوبينش البيكارا، مصاوبين لسحاب الجرا ولا الموطور. هي 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 واخا بابك يابي. هاديك هاديك عض عض. هذاك الكلب هو اللي كيزعم الاخرين. هذاك الكلب هو اللي كيزعم الاخرين. عندك حمونيش هاد الكلاب هنا. لا حم اذا الاخوت سال الفيديو ديالنا، ودابا غنعلن لكم على الاسماء ديال الفائزين. اذا الفائز الاول اللي فاز بهذا السطوب هذا سميتو هي دابا غادي تبان في الاكرا، والفائز الثاني اللي فاز بهذا السطوب هذا سميتو هي غادي تبان في الاكرا دابا. غادي نتواصل معكم الاخوان في الكومونتير ديالكم، غادي نطلب منكم تجاوبوني بنمر التليفون باش نصيفط لكم الهدايا ديالكم. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش البارطاج لايك الخوت، والى اللقاء في حلقة اخرى.